أخبار اليوم. في رحلة عذاب مع المرض، عاماني لم يتحرك من مكانه خطوة واحدة خلف هذا الباب. محمد حمدي ناجي علي شاب في ريعان شبابه، والذي أصيب بنوبة قلبية لم يحرك ساكنا بعدها. ثلاثمائة وخمسون كيلو هو وزن محمد حمدي الحقيقي، والذي يبلغ من العمر 30 عاما. وبعدين أخبار شغالين يعني يوم بيوم، بنعمل حاجة للناس وبتاع، تمام، وربنا يعني بيرزقنا بيه، بنفتح بيه بيوتنا. بعد كده تعبت بصدري، تمام، رحت كشفت المستشفى وما عرفوش حالته وبتاع. المهم رقدت في البيت تعبان وبتاع، أخويا لما شافني يعني تعبان خدت بعضي، خدني ورحنا المستشفى التمرداش، اتحجزت فيها، تمام، اللهم صل على النبي. لما اتحجزت فيها قالوا لي عضله القلب عندك شغاله 35% بس، في سمك بالقلب، تمام، والقلب عندك متضخم، تمام. المهم عالجوني وبتاع، واتحجزت بقلب المستشفى وبتاع. بقى اخويا يجري عليا عشان في تحاليل بتتعمل كل يوم بتوصل 350 جنيه، تمام، بتتعمل بره المستشفى مش جوه المستشفى، تمام، واشاعات لازم بيطلبوها لازم اعملها بره. طبعا كان بتبقى بتاثر مع اخويا، طبعا انا ما بقدرش اتحرك، تمام، بمنتهى السهوله لازم حد يشيلني ويحركني، تمام، ويجيب لي عربيه توديني مثلا، اعمل اشاعه وارجع، تمام. اللهم صل على النبي. بعد كده اتحجزت بقلب المستشفى بتاع، قالوا لي انت نسبة السيولة عندك اقل من 1%، تمام، ممكن يحصل لك جلطة على رجلك. اخويا قال لهم طب اعمل ايه وبتاع، قالوا لي يمشي على العلاج، تمام، وبعد كده يبقى يتابع معنا وبتاع. بقيت اروح على المستشفى واجي وبتاع، كل ما بتعب الكلام ده. بالفترة ديت اخويا طبعا كل ما يملك انا وهو يقدر يبيع الغالب الرخيص عشان ينجدني وانا بقلب المستشفى، تمام. طبعا بيتي الحياه وقفت، بيتي توقف، مراتي سابتني ومشيت وخدت عندي بنت عندها 5 سنين. طبعا قاعدين بشقه، طبعا هو قاعدين بشقه ايجار، مش هقدر املك اللي انا ادفع الايجار. جيت قعدت مع اخويا هنا، مرتي سابتني ومشيت خدت بنتي، بقت الظروف الحياه معايا مش كويسه، جلطة على رجلي خدني ورحت اتحجزت بقلب المستشفى تاني. المهم بعد كده طلبوا اشاعات وبتاع وتحاليل وبتاع، فضل يجري ورا مني وبتاع عشان يلحق ايه البنت. قالوا له ده فيه جلطة المزيد على رجلي، عمليه له خراج في رجلي، ولازم تعمل له عمليه فتح عشان نفض الصديد اللي في رجلي. عملوها لي النهارده، تمام. تاني يوم طلعوني كتبوا لي اذن من الورقه لازم تروح،
قال لهم ازاي احركه من على السرير اوديه اخده. قالوا له احنا مالناش دعوه، انت لازم تاخده عشان احنا اسم خروج. هو محجوز ببطن برعايه القلب، وقلب الوقت اتظم من مضرباته لحد 35%، وهو كده جراحه، واحنا مش هنخلي. طلعوني ايه من المستشفى، جيت هنا طبعا بقيت قاعد على السرير مش قادر اتحرك بتاع. اكتشف بالاخر رجلي بقت تورم ازيد بكتير. ليه خلي اخويا راح جاب دكتور، بص قال له ده رجله فيها صديد. العمليه اللي اتعملت فيها ايه؟ ما فضيتش كلها، ما اتعملتش صح وبتاع، بقت تتعالج هنا وبتاع. الازمه كبرت علينا، قصدي الديانه بقت اشد علينا، الظروف بقت مش كويسه. اما مصدر حياته فهو للاسف مغلق للبيع. مش قادرين ندفع ايجار الشقه اللي احنا فيه، مش قادرين ندفع الايجار اللي احنا فيه والمشاكل اللي احنا فيه، ولا هو قادر يشتغل. من ضمن المشاكل ان انا لو واحد عاوز، لو مؤاخذه عاوز يخش الحمام اتصل بيه تعالى دخلني الحمام. طب ده لو غاب شويه وانا وهو اتاخر عني، انا ابقى عامل ازاي؟ ولا هو حالته عامله ازاي؟ لم يقتصر محمد على بيع كل ما يملك، بل اقترض المال بطريقة غير شرعية حتى يشفى. ساعات ببقى تعبان مبقدرش ابوح لاخويا عشان شايف ظروفه، ابعته فين تاني؟ اتهنج يعني، استلف فلوس بالفايز وربنا اللي يعلم بيه، وحالته اتدهورت بسببي، اوديه فين اكتر من كده؟ لم تتركه الدولة وحدها، بل تركته أيضا شريكة حياته بعد مرضه. زوجتك يعني خلاص تخلت عني؟ مشيت وخدت بنتي وأخو، ما أعرفش عنها حاجة، بقالي سنة ونص صوت. سنة ونص سنة ما تعبت. بس طبعا أنا شفت بنت حالها إيه أو إيه، أو يقدر مثلا أخويا يقدر مثلا إنه يبعت حاجة لبنتي ولا بتاع، قفل معانا. أنا مش طالب، ربنا يعين على بيت اللي ضاع، على حياة اللي ضاعت، أو كل حاجة، كل دوت ربنا يعوضه لي. كأن الدنيا نار ولعت وكلت كل شيء مني، بس أنا أفوق، أنا أقدر أفوق، أرجع أشتغل. أعمل أي حاجة، ألحق أخويا اللي هو فيه والمشاكل الدنيا اللي فيه وظروفه. أنا بيتي سقط، أنا أستنى بيته برضه لما يسقط، حياته هو تتدمر بسببي. طبعا كل ده بفكر فيه، طبعا نيت حياتي اللي أنا أتعالج وأفوق، والمبلغ الدفاع اللي انا اقدر اتعالج. لا يملك محمد جنيها واحدا، بل يملك فقط سوى التضرع والدعاء لله بالشفاء. نسأل الله العظيم ان يشفيه. مصطفى سعد، اخبار اليوم.